بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وذريته وإخوانه وحزبه وعلى كل من اتبع طريقه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا وعبادتنا وتبتلنا وتضرعنا من كان منا ضالا وهو يظن انه على الهدى فاره الحق حقا وارزقه اتباعه، ومن كان منا ضالا وهو يظن انه على الهدى فاره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. امين امين امين. الموضوع ديال اليوم هنايا ما بقالنا الا واحد اليوم من رمضان، لان الاغلبيه غدا غادي يعيدوا ان شاء الله، حتى بعد غدا غادي نعيدو باش نكملو الثلاثين ديالنا. هو اننا كنا درنا سلسله في الدروس ديال بناء البيت السعيد، والغرض ديالنا من هادشي هذا التفصيل ديالو في الجوانب المتعدده. بغينا كل دار تعيش سعيده. وكاينين دابا اللي راه حاضرين معنا، الرجل متخاص مع مرتو راهو جايين دابا ودوزو واحد المده. انا فاش يجينا واحد السؤال، ومنين جانا هاد الخلافات الزوجيه؟ كاينين الناس اللي عرضوا عليا مشاكل وقلت لهم اودي اجي، وربما اليوم يجيب الله التيسير وتحل المشاكل ديالهم. نزاعات ما بين الرجل والمراه، كبار متوسطين وشباليين. هنا قبل ما غادي نعطي العنوان ديال هذا الدرس ديال هذه الحصه هذه اللي غادي يعطينا الجواب، هو غادي نعطي جوج امثله، وبهذه الامثله تستخدمنا الدرس تاع كله. رجل في الدواري ديال الخفره مهندس، تزوج واحد المراه وطلقها. قلت لها علاش طلقتيها؟ قال لي كانت تتخلع. ماشي تتخلعوا في الجمال ما عندهاش، لا، قال لي تتبان لي بحال الوالده، ولا تنقول ليها النوضه في جوج ديال ولا النوض تصبري وتصبر، ولا النوض طيبه تطيب. عمرها ما قالت لي لا، هذاك عمرها ما قالت لي لا خلعاني. انا تنشوف فيها دائما السيده قال لك انا بغيت شي وحده اللي تناقش لي وتقول لي لا وعلاش وكذا كذا. قلت لها شو سبحان الله، واش هاد الحاله الطبيعيه ديال هاد المراه مع هاد الرجل؟ لا، هذا اللي غادي نصيبوا الجواب ديالو لهنا. المثال الثاني اللي غادي نعطيه في العالم الجنوني والشجر. عندنا الحجر باش تنبنيو السيسان وباش تنبنيو الحيوط، كي داير الجناب ديالو ماضيه، وعندنا التيمومات كي دايره ملسا. منين جاتنا هاد الغداوه ومنين جاتنا هاد اللوسيه غادي نجاوبو عليها ان شاء الله مع السبع الاف. الله اكبر الله Oh.
الفضيلة ودرجة والدرجة الرفيعة وعفو الله المقامة الذي وأنت إنك لا تطيق بيان. سؤال بيان هذا نوع بيان الحجر. هذا الحجر الماضي باش نصوم الساس ونصوم الحيوان جاي منه الكريان. جايبينه غالبيا من الكريان. باقي جناب ديالو ماضية يقدي يشرحك يقدي يهديك. هذاك الاخر تنصبو بحال هذاك ديال الكريان ما تيصلحلناش الجبل. ما تجيبوش يدير تيمم ولا غيجرح عباد الله. إلا بغى غير باش غادي من سعودي يجرح. هذاك الحجرة الأخرى تنصيبوها غالبيا في الواد. هذيك اللي يبلسها. حيت نجيو نشوفو تنصيبو هذيك ديال الواد. سنوات حتى هي كانت ماضية. سنوات كانت ماضية. ولكن تضربها الحجرة من هنا. وتضربها الحجرة الأخرى. وتضربها حتى حيدوا لها هذوك القناص ولات بلسها. ما تتأذي والو بالدليل انها شرفناها ودخلنا للجامع باش نديروها تيمم وتيمموا بها والاخرى راه تتأذي دورها هكا بنادم حيت تيكون منعاس وحدو تيكون مرضي مرضي ماشي بالمعنى المضوى ديال مطور مرضي ما فيه ما يصلح اللي قاصو غادي يهلكو ما يصلح لا هو عاشر لا والو وهذاك اللي هو دخل مع الناس تيأذي هذا تيتكرص على هذا تيسبو هذا اش يدير داك الشيء اللي فيه هو خايب تيبدا يتقاد حتى تيولي الشعار ديالو فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي الحبيب الناس تيأذي وما تيأذيوش حتى يبو هو يستبدل من الناس اكثر ما يأذي الناس الاخرين فلهذا باش تحل هذا الشيء هذا ادخل كيما ديك الحجره دخلت مع حجره اخرى وضربتها هذه وضربتها هذه كذلك هو دخل في وسط الناس ومن بعد دخل في وسط الناس استأذى وصبر على الهدايه ولا في ديك الحاله اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم ما في بيت شر هذا الصنف الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم حتى يتزوج تتبقى عندها المشاكل هنا تيبان ما صابر جوا وعاود ديك المؤمنه التي لا تخالط الناس ولا تصبر على اذاه حتى هي وهكذا من هنايا تجي لها هذه المشاكل هذه المراه ماضيه رجل ماضي كل واحد تيادا النتيجه هو الطلاق اللي تيتشتت عندنا في المجتمع الزيادة باش غادي تكون عندنا الحياه الزوجيه سعيده عندنا الموضوع ديال اليوم الرؤيه المشتركه بين الزوجين الرؤية المشتركة بين الزوجين واحد النظرة متفقين ديال الزوج حيت تكون متفقين على الحاجة ما تكونش عندنا خلاف بغينا باش تواكل أما حيت تكون كيما شدنا العينان المرأة معندة ولا راجل معندة بحال واحد اللي هو غادي يركبو المرأة ديالو بيما غادي يدفعو الزنقة طاحت مشى العين باش غادي تعرض ليها السي فلان راه ماشي في العين قال لي انا عرفتها معكسه راه غادي تسمع في العين راه ما غاديش نصيبها لتحت راه معكسه في كل شيء هذا معنى الحياه ديالو ما كاينش اتفاق ولكن قال لك معاك في الموبيله وغادي يلا شدوا الجدار اللي حبس عليك مخالفه قالت لي راه عدلتها لي وفعلت لي وداك الشيء الجدار اللي عطاه لي قال لي بارك عيب هذا البروسيدي معاك ولا زيد وحده البروسيدي بارك فلهذا حنايا دابا الان شنو خصنا خصها ديك الرؤية ما بين الرجل والمرأة غادي نتكلموا في هاد الرؤية المشتركة ما بين الزوجين على واحد التسمية ديال المحاور أشنو المقصود بالرؤية المشتركة هذه النقطة الأولانية الثانية تناقض المصالح ديال الرجل وديال المرأة النقطة الثالثة الزواج شركة النقطة الرابعة المسؤولية ديال من النقطة الخامسة كيفاش غادي يتم الاتفاق مع الافتراق وحنايا شنا في الدرس السابق المتفقات المختلفات النقطة الثالثة هي أولويات في الحياة الزوجية والنقطة السابعة هي الرؤية المشتركة والذوبان الزوجي غادي نحاول إن شاء الله نشوفوا كل الحوار من هذه المحاور نبيدوه ونبسطوه باش ان شاء الله يخرجوا وانا كل درس تنديرو تنقول يا ربي يالف ما بين الرجل والمراه ديالهم يا ربي يزيد العلاقه ديالهم ويوطنها يا ربي يكون هذا الدرس هذا واحد السبب ديال الهدايه ديال شحال الرجل مع مرتي اللي يمشي لعندها يقول لها سمحي لي او يمشي عند رجلها تقول لي سمحي لي او يتلاقاو بجوج يقول حنا نتسامحوا بجوج ويعترف كل واحد بنفسه هذا هو الغرض ديالنا بغينا بيدو الزرندان ان شاء الله المباراه
تدخل أسر تحلات ومشاكل تفكات وكروبات شاس. فالأولى هي أجل تنقصه بالرؤية المشتركة بين رجل ما الرؤية المشتركة بين رجل ما وبرتو تتعني الاتفاق على الأساسيات ديال الحياة الزوجية. كاين أساسيات وكاين مسائل دارية دابا حيت تكون الرؤية المشتركة كلشي مختلف فيه، لا من الأساسيات ولا من الثانويات. نكونوا متفقين على الأساسيات ديال الحياة الزوجية. النقاط العريضة، ها النقاط العريضة، المرأة ديالي وتكون المرأة الرجل ديالي اللي قد تكون هي الموضوع ديال الخلاف مع استمرار الحياة الزوجية. هذا اش غادي تتفقوا الى اختلف هذا الشيء شي مسكن والحياة ديالنا مستمرة. ما تقولش المرأة والله الا فوجها الدراري والراجل والله الا فوجها الدراري وتكون عندنا الحياة ديالنا. الرؤية المشتركة ما بين الرجل والمرأة واحد المستوى جديد من العمق في التواصل ما بين الرجل ومرته والمرأة ورجلها وفي العلاقة ديالهم، وهي من الأساليب القوية اللي تتأثر باش غادي يتعلم بها الراجل والمرأة باش يوقفوا الاهتمام داك الحوايج الصغار والأمور اللي هي ثانوية، وهي الاشتراك معا في واحد الخبرة معينة أو في واحد الرؤية معينة. وهذه الرؤية المشتركة تتساعدك الرجل وتتساعدك المرأة في توجيه المزيد من التركيز والاهتمام أكثر شكون هي الحاجة اللي هي صوالة في العلاقة ديالك وفي الحياة ديالك. وتيعمل هذا الشيء هذا ديال الرؤية أيضا على الظهور ديال أفكار جديدة والتنبيهات على السطح على الكيفيات ديال الحصول على مزيد من الراحة والحب لكل من الزوج والزوجة ومن الصفات المحببة في وجهة النظر الواحدة أنها تتميز بالإشباع الذاتي، وخاصة حتى يتم الاشتراك فيها شخص تتحبه تشارك واحد الحاجة تتقوم بها وتسمع لك واحد الجيد. فهذه الرؤية المشتركة تجعلك تتساءل على الحوايج الزوينة اللي غادي تدخلها الحياة ديالك. فهنايا إلى شفنا الحياة الزوجية المشتركة تتعطينا واحد الأسرة مطمئنة واحد التنمية بشرية تنجيو باش غادي تكون عندنا من الامور الاساسيه. وسيدي ربي سما صوره كامله بهذه السياده الانبياء ديال هذا الامر هذا هي الشورى. الشورى وقال تعالى في سوره الشورى وامرهم شورى بينهم، وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم من الخطا اللي كل عمل ديالو لا ينطق عن الهوى اذ هو الا وحي يوحى، قال ليه وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله شاور. فلهذا باش تكون عندنا هذه الرؤية المشتركة لابد من المرأة تشاور مع الرجل، ولابد من الرجل يتشاور مع المرأة، لأن غادي يجي في محور آخر أن الرجل والمرأة دخلوا واحد الشركة تشاركوا جوج. تنصيبوا دابا في الشركة واحد تيقول لك أنا نعطيك فلوس وأنت تشد الحبس ونديروا منصة، كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ الآخر ما عنده راس مال محتاج هو أشنو عنده هو؟ وتيولي هذاك عاطي راس المال كله وشاري الثلاجه وشاري الزينه وشاري السر ديال الحانوت وشاري كل شيء، وتيولي انا غادي نمشي نشد لك هذا الشيء ونديرو راسها. فانت ورا شيء تتقول لي شوفي انت غادي تجلسي في الدار تقابلي هذا الدور ديالي، انا غادي نعطيك فلوس غادي نمشي نفق ونجيب ونصاوب وكل شيء، حنا شركه. ايوا هذه الشركه هذه تيخصها المفاهمه، تيخص تقلب معاه غادي تشارك، ماشي انت جايب واحد الشركة ديال واحد العايم ديالك ولا جيت تشاركوا، لا تتقلب على الشركة. وتيخص يكون عندكم الاتفاق في الهدف ديالكم باش تنجحوا في هذه الشركة هذه. فلهذا باش يكون هذا الشيء هذا ناجح لابد من الشورى وامرهم شورى بينهم. تيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وامرهم شورى بينهم، والتشاور بين الحقوق المشتركة ما بين الراجل والمرأة ديالو، التشاور ما بين الزوجين والتداول ديال الري سيكون فيما يتعلق بشؤون ديال البيت والتدبير ديال الامر في الاسره والمصير ديال الاولاد وغير ذلك. ما كاينش مشاوره كلشي يهدم. الراجل تيقول لك اسمي انا هو الراجل في الدار، الراي ديالي هو اللي تيخصو يكون. سبحان الله، انت منزال على الاخطاء اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الله تيخاطبو تيقول ليه وشاورهم في الامر، انت ما تشاورش. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول لنا في الحديث النبوي الشريف الصحيح ما خاب من استخاف ولا نادم
بل استجار ولا عالم بل اقتصر. لا انت غادي تشد هذه الاداره هذه ديال هذه الاسره وبغيتي تسيرها انت وحدك بالعقل ديالك، كنتي صائب او كنتي خطا، بالتالي غادي تخلص الخطيه انت في الدنيا قبل الاخره، غادي تحرم من السكان ديال الدار ومن السكان ديال الزوجه لانك استبدتي، لانك ارستقراطي، لانك ديكتاتوري، لانك بغيتي تقول الري ديالي هو الصحيح والري ديال الاخرين هو الخطا، ولا تناقش احدا حتى لو وقع شي نزاع في الصيام شي تحزر لي، والعكس كذلك عاود المرأة تقول لك الري ديالي هو اللي كاين ولا عطيني براسي. هذا لا، لابد من احترام الرأي الآخر، وماشي من الحكمة باش يستبد الراجل بالري ديالو، وما يديهاش المشورة ديال الزوجة ديالو لا لشيء إلا لأنها هي امرأة والمشورة ديالها بحالة تعتبر قدح في القوامة ديالو. تيقول لك حنا سيدي ربي قالنا الرجال قوامون على النساء، إن شاء الله مع المرأة ما عطاني سيدي ربي القوامة إلا على أساس أنني قد عليها، ما كان سيدي ربي في الدنيا الطلاق إلا لأن قد عليه، فلذا ما نحتاجش أنا نشهر مع المرأة، نشهر مع الدراري اللي تسحر معاهم في الصفاطر، لا مشيتي هلكتي راسك الراجل، مشيتي قضيتي على الأسرة ديالك الراجل، فلهذا كان بالمرأة عطات الري ديالها وفك جراير كبيرة بالري ديالها وكان عنده واحد الآثار في الاستقامة ديال الأمور والصلاح ديال الأحوال، وخير مثال على ذلك أمنا سلمة كان عقاب غادي ينزل على الصحابة رضي الله عليهم، أفضل القرون أفضل الرجال، لا شيء إلا أنه ما فهموش هما المسألة مزيان، تيتسناو قال لهم راس الصلاة أنا حنقول راس ديالكم جاتهم صعيبة، كيفاش هما ما مشاوش وما تيقدسولك على ما طافوا ما سعوا بين السماء والمروة ويحلقوا الروس ديالهم ويتحللوا ما قدوش يديروا هاد الشيء هذا، ومازال ما مشاوش لمكة وما باقيين عارف الحديبية ما يمكنش، فرفضوا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لأن ما تيغضب إلا شي حاجة اللي فيها ضرار الأمة، خاف على الأمة ديالو خاف على الصحابة الأقرار اللي ينزل عليهم العقاب من الله عز وجل ويهلكوهم ويدمروا التدبيرة. ودخل حزين عند أم سلمة رضي الله عنها، المرأة اللي مات لها الرجل ديالها وعندها أولاد وشبانية وشابة وزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم تكريما للمواقف ديالها، لأن كانت من العيالات اللي هاجرات من الهجرة الأولى للحبشة، فلهذا دخل حزين. قلنا السالوس ديال الرجل حتى يكون حزين شنو زاد بين المرأة في الصابين؟ الصرت والابتسامة، وتقول لي لا بأس من بعد ذلك. فلهذا داك الشيء اللي دارت أم سلمة رضي الله عنها وسولة الرسول صلى الله عليه وسلم أشنو كاين؟ قال لها عقاب غادي ينزل عليها الصحابة، علاش؟ خالفوا الأمر ديالي، قلت له حلقوا مع الخروج، قالت لي سالم خرج أنت وحلق وغيشوفوك حلقتي أنت غادي يديروا بحال، ففعلا داك الشيء اللي دار بداو تينافسوا وتيتعادوا شكون اللي غادي يحلق لأن شاف راسو تحلق، تفكرش استشارة ديال المرأة باش ما تطيحوش القيمة ديال المرأة، المرأة هي اللي تتكون من الرجال، علاش دابا ما تكونوش الرجال؟ علاش؟ علاش العظماء ما كاينش دابا عندنا في المجتمع؟ علاش؟ لأن المرأة ما كوناش في الوقت فاش نكونوا المرأة ونربيوها وقلنا من الصفة والطبيعة ديال المرأة، حيت كنا قلنا إمتى غادي تعطي العطاء؟ إمتى؟ حيت تحس براسها أن عندها رعاية، كاين اللي راعى، ديك الساعة تعطيها راعى، فلهذا دابا تحس براسها مقهورة، دابا الآن في العالم الإسلامي فضلا عن العالم كاع كله الغربي كل شيء على العيالات تيطالبوا بحقوقهم وكذبوا عليهم، واش الحقوق ديال المراه هي تخرج عليا انا وتعبروا ليها الجسد ديالها بالسنتيمترات باش يقول لها حب الملوك هذا ملكه الجمال حب الملوك هذا ملكه الجمال ديال التفاح، علاش ما نديروش الراجل؟ شي دري عندي صبر قلت انت ندير لك ملك الجمال ديال بول بول الجال، علاش سميتو هذا؟ علاش الراجل ما غاديش يديروا ليه حتى هو ملك الجمال؟ علاش؟ فكذبوا على المراه قالوا عبروا لي الجسد ديالها، هذا هو هذا هو القيمه ديال المراه هي جسد وتضحك مسكينه وصافي وغاليه، فلهذا وباقي تطلب باقي لك بالحقوق باقي لها الحقوق، اش بغيتي انا؟ الى البرلمان ها هو باقي لها واحد الحاجه كلشي دخلاتو مازال ما دارش المدة، وإلى ما داروا في امريكا ياك ما تبعوهم باش تمشيو مع هذا الشيء ديال الاسلام الامريكاني، امامه مراه امامه والرجال مخلطين مع العيالات، الراجل جاب المراه الله اكبر وتيصليو معنى الشهادة واش غادي يكون هي لا حولك بعد الشهادة، ومن بعد إلا ما كانوش رجال الحق اللي غادي يمشيو يتصداو راه الشهادة غادي تصير واحد الوقت من الأوقات، علاش ما كانش مدة؟ علاش ما طلبهاش في هذه القضية هذه؟ لأن مسكين مدة ما عندهم والو ما خلص والو، تيخصو الشتاء والصيف وكل شيء ويحضر في هذا السبيل هذاك ويودد كاين شي واحد في الكناس داير جوج قصيدات
كالصيطه ديال الاذان الصباح وكالصيطه ديال الاذان ديال الصلاه الجمعه، وتيمشي يقضي غرض وتيخلي المراه تدير داكشي في الشجاله، وشي مرة تتغلط في الدور ولا شي حاجه تدير ديال الصلاه وخير منه، وتيبقى راضيه. ودائما هما ديال الجامع جا تيشكى عندي قال لك اودي راضي، وشي مره حيت يود المده تيبقاو يتسناو تدير لهم من مورا سميتو هذاك بيديها راه ما كاينش غير يقيمو الصلاه، لا معنى غير الكاسيطه اللي خدامه دي معنى حيت ما كاينش الربيع راه ما دخلش هنا المراه. فلهذا المراه تعطي العطاء حيت تصيب الرعايه، حيت تصيب الاحترام، حيت تصيب التقدير تتعطي. هنا هي تنصب هذه المساله هذه غيبه. ام المؤمنين شوف الدور اللي قامت به ولادنا ام سلمه رضي الله عنها. تنجيو المحور الثاني، الزواج شركه، الزواج حياه مشتركه. انا وياك تقابلنا وقبلتيني وقبلتك باش غادي ندير واحد الشركه اللي غادي تعطينا المنتوج. اش غادي نبقاو نصنعوا؟ لا، اش غادي نصنعوا؟ غادي نصنعوا الصبر، غادي نصنعوا الحوايج، غادي نخرجوا الاجيال. انت وانا غادي نخرجوا الاجيال. داك الشيء علاش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يامر باش تتم هذه الشركه ناجحه، قال لك اختاروا لي منتفكم فان العرق دساس. اختار مع المدفون انت شركه باش تعطيك واحد الذريه صالحه. داك الشيء علاش جاب الرسول صلى الله عليه وسلم خير نسائنا في الجنه كما روى لنا ابو داود وغيره في الطبراني، شكون هما؟ الودود الولود. اول صفه فيها هي الود، وبعد صفه ذلك الولاده، حتى يكون الموده تتعطينا النتيجه ديال الاجيال اللي غادي تدخل فيها الولاده. اش غادي ينفعنا حنايا الولاده الا غادي تكون هذه الولاده ديال الخلاع؟ الولاد في جهه والبو في جهه والام في جهه، ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء هذا. فلهذا اللي هو تتاسفني في العالم الاسلامي ان النسبه ديال الولادات بمعنى نهار التسكاني كي تيديروا ليه تيديروا ليها هكا باش يديروا السنين، تنصبوا لتحت تسع والفوق ماضي، بمعنى ان الشباب عندنا وان الصبيان عندنا وان الاطفال عندنا كثار وان الشبابيين قلال. هذا الشيء هذا الا ما ركزناش عليه مزيان وركزنا على هاد الشباب وركزنا على هاد الاطفال مشى المجتمع كله. ودابا بان الاحصاءات ديال المخابرات الامريكيه والغربيه بان الاسلام غادي في تقدم ان شاء الله بحول الله. علاش؟ شوفوا هذا المحل هذا، شوفوا الاغلبيه، شكون شحال من واحد شيبان هنايا؟ شوف الاغلبيه شباب، بمعنى راه الكمبيوتر قدامه، راه قدامه الاذاعات الفضائيه، راه قدامه الافلام ديال المراكب، راه قدامه كل شيء. وشرب الحريره وجاي تيجري لهنايا باش غادي يتصدص. اللي خوفكم هذا هو اللي خوفكم، واللي خوفهم بزاف هو ما عندهم فين يشدك انت، لا عنف ولا ارهاب ولا سريه ولا تعامل مع الخارج. صابوك بريكل وليقات تخوفهم هذا الشيء هذا. بالمقابل ديال الغربيين تتصيب لك تخصكم تشوفوا الفيلم ديال مايكل جاكسون. مايكل جاكسون الملايين ديال الشباب اللي جالسين لك فوق داك الشيء ديال الساحه ديال اسلو وتيتسناو يطلع عليهم الشجر ولا بلاصه تنشد فيه غير تيضل تيبقاو يسخفوا الناس ولاد غير تيشوف فيهم ما يقدر تيسخفوا. هذا هو الشباب اللي حدنا في اوروبا، بمعنى ان هذاك اللي اختار واللي صنع واللي دار واللي اكتشف هذوك الشبابيين، اما الشباب ما بقى والو. هذا خوفو مهندس لهذه المدينه هذه كيف سليمان مشى لاوروبا باش يدير دورات تقويميه تمايا، تيحكي لي الاستاذ ديالو في اوروبا تيقول لي راه تنعيدو لكم محبه فيكم العرب على التمرين، تنعيدو لكم باش ديروا نفس ولادنا اللي ما بغاوش يقراو. ودابا بداو تيخططوا حتى الولادات ديالنا دابا تتصيب ليك داير لك داك السراول ديال هيب هوب واحد الجيب كبير دايروا محفظه خاشيه الدفتر هنايا باش ما يهش المحفظه في يديك، لان ما فيه ما يشوف الوراق ما فيه دايروا اللور وغادي ولا وغادي ما تخليش الدراري كي يشوفوا. شوف شوف فين داير الدفتر كبير ماشي تنقولوا شي كامل ولا شي دفتر كبير دايروا اللور، اما السيريات راه في يديك. هادشي كيحبوا الشباب، فدابا هاد الشباب تيخلعوهم ما باغيهمش، ما بغيش هاد الشباب هذا غادي يجي باش نعلموه الليوله، نعلموه الرحمه، نعلموه الصفاء القلبي، نعلموه ان الدين الاسلامي هو الدين الصالح، اننا حنايا هو الاساسيه ديال العالم. هادشي غادي نتكلم واحد الوقيته ان شاء الله نجيبوها غدا باش غادي نختموا النهار ديالنا والشهر ديالنا وكل شيء. يا كبار يجيب الله بها التيسير، كبار مشغول بس الخيطة إن شاء الله.
فلهذا هنا تنشوفوا الزواج حياة مشتركة، وهنا تنشوفوا أن كل من الراجل والمرأة شحال ما تقدم بهم العمر، لا بد باش غادي يكون عنده الجانب واحد رفيق ديال العمر والدم اللي تيشاركوا الهموم ديال الحياه والمسؤوليه ديالها. وحنايا ما نكروش ان الحب الصادق ما بين الزوج والزوجه هو رباط عاطفي، ولكن هذا الارتباط العاطفي تيكون ما بين شخصين اتفقوا على معاني وقيم تيتلاقاو عليها في كل المجالات ديال الحياه. فاحب كل واحد منهم الاخر، الرجل حب المرأة والمرأة حبت الرجل، وهذا ما تيتميز عن الحب الزوجي على غيره. كاين الحب، انتما تتحبوني انا تنحبكم في الله، انت تتحب بابا تتحب خوتك، ولكن الفرق ما بين الحب ديال هاد الناس والحب ديالك للمرأة ديالك، لان الحب ديالي معكم ما تيعنيش اننا غادي نتفقوا في كل شيء. كاينين الناس في هاد الاحداث اللي وقعت ما متفقش معاهم حتى حاجه، وقال لك هاد المواقف اللي وقفتي حنايا تندعم لك في السجود في الصباح والعشيه. محبة بيننا بالنسبة للصدق ديال الحب ديال المرأة مع الرجل ما كافيش الحب وحدينا ما كناش متفقين، ولكن مع خوتي ومع با ومع امي وما هذا تنحبهم، ولكن الفكر ديالهم وديالي غادي نصيبو شحال من حاجة مختلفين فيها في الحياة الزوجية. لا ما يمكنش يكون الحب والاختلاف، خاص يكون الحب مع الاتفاق، هذا بالضرورة في الحب الزوجي. ما يكونش حب حقيقي قوي الا ما كانش هناك توافق واضح ورؤيه مشتركه ما بين الزوج والزوجه في كل مجالات ديال الحياه. وما لم يكن صدى ديال الاحتياجات والاراء ديال كل واحد منهم مسموعه من الاخر، حيت تقول المراه واحد الكلمه يسمع ليها الرجل، وحيت يقول الرجل واحد الكلمه يسمع ليها المراه، ومقبول عند الاخر ماشي دايرها هو ما عاجبوش الحال. وهنايا تينال الاهتمام ديال الاخر حيت يتصنت ليه. وهنا رساله المحبه الزوجيه ماشي امر وقتي ندوزوها او اعمال سطحيه او كلمات مرمقه، بل هي قيمه حياتيه تتكبر مع الايام كما شفنا في الاطوار ديال الحياه الزوجيه اللي قلنا من سنه حتى لثلاث سنين ومن ثلاث سنين لخمس سنين وخمس سنين لسبع سنين ومن سبع سنين حتى للوفاه. وشنا الأولانية التعارف والثانية التآلف والثانية التفاهم والثالثة التعارف وبعد ذلك الرابعة التكاتف. شنا هادشي باش تنحبو لهالدرجة مدة، وقلنا بأن هذا الحب هذا ديال الحياة الزوجية واحد الشجرة تتكبر حتى تتولي كبيرة وارفة الظلال. هذه مع الأيام المعاشرة الحسنة الزيادة الخبرة والمعرفة. حنا دابا حتى يغيب هاد التعليمات هذا كل ما تنزيد مع المرأة كل ما القضية تتحسد بزاف، كل ما الكراهية تكون كثيرة. علاش؟ لأن حنايا ما دايرينش الأمور ديالنا كيفاش خصنا باش أنا نتعاشر معايا نتعاشر معايا، وبالتالي حنايا غاديين حتى تتولي هي تطلب الفكاك. معناش شنو الفكاك؟ ما قداش على الطلاق وعلى الناس الفكاك، يا ربي يهزوا علينا هذا الرجل هذا. وهو عاود حتى هو كما قلت لكم شي مناسبة من المناسبات واحد العدد كبير وشي طالب تيهز يا ربي اعطينا يا ربي اعطينا يا ربي دخلنا حنا وعيالاتنا للجنة. بالي وهي لا دخلنا حنا وهي بعد ما بغاش هذا دابا باغي يتفك غير هنايا عاد تلقى حنايا للجنة. فلهذا الحياة تتنمو مع الأيام من خلال المعاشرة الحسنة زيادة الخبرة المعرفة، لهذا تتنافى مع الجمود. الحياة المحبة الرؤية المشتركة تتنافى مع الجمود والأنانية إلى أبعد الحدود، حيث تكون الري ديالي هو اللي تخصكون يشي باك ولا اللي كان الري ديالي هو اللي كاين. عرفنا بأننا راه حنايا قلنا أنا نقدم على هذه الأسرة هذه. فالزوجان المحبان تيبدلوا كل واحد فيهم داك الشيء اللي في الطاقة ديالو باش يبقى كل واحد منهم أمين تجاه الآخر بكل حيوية بكل صدق يكون وفي إليه، وتيتقبل كل واحد منهم الاخر على العلاقه ديالو والعلات ديالو. هي حتى هو تنقبلك هكا، تيقول لك واحد المثال جوج الامثله، تيقول لك المثل الدارجي يديك منك واخا تكون مجنونه، ومثل عربي تيقول لك انفك منك وان ذلنا، المنخر ديالك منك واخا يخرج منه القيح ديالك، ما عندك ما دير لي منخرك هذاك، ويديك الاخرى راه عزيزه عليك حتى حين تيقولوا لهذاك اللي غادي يقطعوا ليه يدي ولا رجليه غادي يقطعوها ليك باش ما ينتشر المرض، تيبقى فيه هذيك اليد وتيبدا شحال عليه واحد الكبده. فلهذا المراه تتقبل الرجل صافي تزوجته على العلات ديالو، حاول كيفاش غادي تقابل انت
والراجل عاود تيق بالمرأة في هذيك الدار وتيغفر لكل واحد الزلات ديالو دار خطأ شي كسكا ما بقاش انا شاد عليها وحنا شلف هاد الشهادة ديال العناد وقلنا عنيداني هذا درس خصناه عنيداني في بيت واحد هنا تيسعى بجوج باش غادي كل واحد غادي يتغاضى على الطرف الآخر كل واحد غادي يبدل القدرات ديالو الشخصية ويتضافر باش غادي تحقق هاد الرؤية المشتركة باش يكونوا هاد النسيج ديال الحياة الزوجية المشتركة تيجي المحور الرابع المسؤولية ديال من واش ديال الرجل ولا ديال المرأة المشاركة في الإنجاح ديال العلاقة الزوجية المسؤولة تيقوم بها الرجل والمرأة بجوجهم فمن خلال الحس ديال المعاملة ديالهم بجوج لبعضهم والفهم ديال واحد منهم للآخر والوضوح ديال الرؤية المشتركة ما بيناتهم تتحسن العلاقة ما بيناتهم وتتنمو إلى أفضل تنجيو المحور الخامس كيفاش الاتفاق مع الافتراق؟ كان عندنا درس المتفقان المختلفان أو المفترقان هنا كيفاش غادي يكون؟ غادي نزيدوا على داك الشيء اللي قلنا في الدروس السابقة ما يخفاش علينا أن هناك اختلافات بيولوجية ما بين الرجل والمرأة التكوين ديال الرجل ماشي هو المرأة وهناك أيضا فروق جسمية وفروق سيكولوجية نفسانية بداك الشيء اللي فيها من الجوانب ديال المزاج اللي هو تنسميوه بالدارجة القنا القنا ديال الرجل ماشي هي القنا ديال المرأة انفعالية عقلية ميول استعدادات قدرات ومع هاد الاختلافات كاع كلها اللي كاينة حنا تنقولوا راه من الميزات ديال العلاقة الصحية ما بين الرجل والمرأة ديالو يكونوا قريبين فيما بينهم وفي ذات الوقت يبقوا مختلفين ما قلناش المرأة تولي رجل ورجل تولي المرأة وذلك لأنه لا بد من وجود بعض الفروق الفردية والاختلافات ما بين الزوجين شحال ما كان الرابط الزوجي قوي فهذا الزواج هذا تيجمع ما بين جوج ديال الأفراد كل واحد منهم عنده الشخصية ديالو مستقلة الأفكار ديالو مستقلة الميول ديالو الذوق ديالو العواطف ديالو الاحتياجات ديالو وداك الشيء اللي تيحب وداك الشيء اللي تيكره والعجيب باش نعرفوا أن الزوجين السعيدين هما اللي قراب فيما بينهم ومفترقين في آن واحد وكل ما كان واحد منهم أكثر حرية المرأة تخسرها حرية وحنا تكلمنا في هذاك المتفقان المختلفان وقلنا بان المراه اعطينا مثال مراه تشكلت لك انا في البسط انا مطلوقه انا شعبيه الرجل ديالي منعزل وتنحس براسي بان ضيقه حيت كنت نتعامل معاه كانني هذا الشيء تنديرو اخطاء وهو في الحقيقه راه تيتعتبر ماشي خطا خطا عنده هو اما انا ماشي عندي خطا فلهذا هذا مسألة تخص الرجل يتقبل المرأة هذه تخص تحترم لها الشخصية ديالها وكل ما كان الواحد منهم أكثر حرية وقدرة على التقبل ديال الفروق ما بينه وبين المرأة وما بين المرأة وما بين الرجل والتكيف مع هذاك الفروق اللي كاينة سيكون بالتالي أقدر على التعامل والتعايش مع اختلاف وجهات النظر وهذا من الشأن ديالو باش غادي يزيد من العلاقة تمثلنا بين الرجل والمرأة تنجيو النقطة أو المحور السادس تناقض المصالح تناقض المصالح حتى تصير في الوقت شحال هذه في السبعينات حيت كنت نبيع الذهب نقول لك شو عرفت تبيع الذهب؟ إيه هنا الذهب وبعدا الثوم الحمد لله ودابا تنبيعو لا ماشي تنبيعو تنروجو كرم الله عز وجل خطينا مع داك الشيء ديال الدنيا باش نقولوا للناس راه حنا ما تنتحركوش دابا بغينا الدنيا طلقناها شحال هذه والشعار ديالنا ازهد فيما في ايدي الناس ازهد في الدنيا ويحبك الله وزهد فيما في ايدي الناس ويحبك الناس فزاهدين كل شيء الحمد لله دابا داكشي علاش المحبه ديال الناس الحمد لله هي المحبه ديال الله تاعنا بها سر ربي سبحانه وتعالى فهذا هو السر ماشي حتى ما تخرج عندك شي حاجه تقول الحمد لله هذا الشيء كان وكون دخلنا في هذا الشيء هذا راه من الملايريه ولكن حنا تنحسوا تنفرحوا حيت تشوف ديك واحد السيدة هو جاي ولا خرج تشوق وجاي تيجري ولا كذا ما نهضروش على اللي جايين باش يدير شي رابور هذا غدا نهضروا عليه ان شاء الله وندعوا مع واحد الدعاء ما يخرج من هنا ان شاء الله حتى يخرج شاط الطريق المستقيم بدل ما يمشي لهنا يمشي لهنا يمشي للطريق الاخر هذاك حنا ان شاء الله راه حنا تنشوفوه في وجوههم وتنعرفوهم وكل شيء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اتقي في راسك المؤمن فانه يرى بنور الله راه واخا يتخزن تيبان تشوف النور هذا ديال هذا وهذا تشوف والاخر تيبان لك في العينين ديالو في الحركات ديالو وفي كل شيء بداك الشيء تيبان لك فيه حنايا هذاك حتى هو بغيناه علاش يدي شي طلع له والله علاش يدي 15000 ريال هذه ويمشي يسحب واش غادير شي حاجه لا حنا حتى هو بغيناه ان شاء الله فقلت حيت كنت ابيع الذهب
وانت هذه المره تكتب الريسيبو مع الراجل تقول لك كتب سميتي ما ديرش سميت الراجل. معناها اشنو كاين؟ مصالح مختلفه، هي بغا دير براسها وهو بغا يدير راسو، وكل واحد تيجر جنسه. فالحياه الزوجيه السويه تسكن على المصلحه المشتركه، فاللي تيكون في المصلحه ديال الزوج انما هو في المصلحه ديال الزوجه. في حيث يدير واحد الرجل تعرف المراه راه المصلحه ديالك المراه، وعاود حيت المراه دير هذه النيه هذه راه المصلحه ديالك الرجل، وما يكون في المصلحه ديال اي منهما سيكون في المصلحه ديال الاسره جميعا. غير ان هادشي هذا ما تيمنعش من الاختلاف ديال وجهه النظر حول ما هو في المصلحه وما هو في غير المصلحه، سيكون واحد الاختلاف وجهه النظر، بل ان هذا الاختلاف هذا تقد يكون موجود في الحقيقه. فتقد يشوف الرجل ان بالمصلحه ديال الاسره المراه تخلي العمل ديالها وتجلس في الدار، ولكن الزوجه تتقد تشوف ان المصلحه ديالها والمصلحه ديال الاسره تبقى هي موظفه باش هذيك الاجره تزيد في الدخل ديال الاسره وتطور الشخصيه ديالها وتحقق ليها الذات ديالها. وتتقد تشوف الزوجه ان المصلحه ديالها تتكمل في اتمام القرايه ديالها الجامعيه والعليا، بينما تيعارض الزوج هذا الشيء هذا وتيشوف ان المآل ديالها هو تمشي تجلس في الدار ما بغي لا قرايه. تيقد تشوف الزوجه ان المصلحه ديالها هو الاستقلال بالماندا ديالها والارادات ديالها، وانها توظفها لنفسها، ويقوم الزوج هو بالانفاق على الاسره، في بينما تيشوف الزوج انها لابد باش تساهم هاد الزوجه هذه في النفقات. وهكا هاد التناقض ديال المصالح تيصرف النظر على كون هذا التناقض حقيقي او تيجي على اختلاف وجهه النظر اللي تيعوق التوافق ما بين الرجل والمراه. الملاك ديال هذا الشيء كله هو الرؤيه المشتركه، حيت تكون عندنا الرؤيه المشتركه ما عندنا مشكل. كاين الموظف ما كاينش هذا الموظف هنايا تنعرفو تنتلاقى معاه في هذا، قال لك المراه ديالي ما تتعرفش الكونت ديالها، مع انه شرعا راه مستقلاليه، قال لك ما تتعرفش كلشي تيدوز الكونت ديالها. وبداو دويره وشراو سياره مزيانه وكراو للناس الاخرين وكلشي وعايش مزيان. علاش؟ لان كاينه رؤيه مشتركه وعارفه راسها بانه وين شراو شي حاجه هالنصيب ديالك المراه ديالي هالنصيب ديالي انا كذا كذا مغمض عليها هي وهو المدير ديال الشركه، والمدير ديال الشركه كاين ثقه. حيت ما تيكونش هاد الشيء هذا ما تتكونش هاد الرؤيه المشتركه، ما يكونش هاد الاتفاق ديال الزوجين على الامور اللي تتقد تكون موضع خلاف ما بيناتهم، ما تتستمرش الحياه الزوجيه. نجيو للرؤيه المشتركه والذوبان الزوجي، وهنا يطرحوا هذيك المساله ديال هذيك المراه اللي بغا يطلق هذاك المهندس، قال لك هذه تتخلعني. تنقول لها في الجوج غادي تصبري تصبر. نقول لها سيري في الشتا طيح ما لابسه والو تمشي. قال لك انا خصني شي وحده اللي تناقش معاها تقول لي لا وعلاش وكذا كذا. واش عنده الحق في هذا الشيء؟ واش عندها هي الحق في هذا الشيء؟ شنو هي الصوره الحقيقيه؟ هذا السؤال، واش الرؤيه المشتركه ما بين الرجل والمراه تتعني الذوبان الزوجي؟ ما يبقاش الرجل الشخصيه ديالو ولا المراه ديال الشخصيه ديالها تخرج لنا واحد النوع اخر اللي هو ترتب على هذه الشركه اللي ما بين الرجل والمراه. الرؤيه المشتركه كما ذكرنا تتعني الاتفاق على الاساسيات ديال الحياه الزوجيه والنقاط العريضه اللي تتقد تكون الموضع ديال الخلاف مع استمرار الحياه الزوجيه. ثم بعد ذلك يدير كل واحد من الزوجين داك الشيء اللي بغى في الاطار ديال هذا الاتفاق. ماشي حنا دايرين شركه ولكن انا راه شفت تصرف ولا خضر، لا، الاساسيه ديال الشركه ها هي دايرين بلوز شركه تنقولوا اسوسياسيون الوني شركه بجولة الانس باش نديروها، ومن بعد ذلك ها البلوز، ولكن انا تمشي ندير حوايج وتتدير حوايج وما تتعرفش مع الشركه. فكذلك النقاط العارضه تنطرحوها وهي اللي طرحنا طيله رمضان فتنبينوا فيها وغادي نختموا بها في هذا البرسال. ومن بعد ذلك تيبقى واحد الاختلافات باش تبقى الشخصيه ديالك انت المراه والشخصيه ديالك انت الراجل. اما الذوبان الزوجي المعنى ديالو اش؟ حيت نقولوا المراه تخصها كما دايرين الغرب دابا مدام فلان الفلانيه حتى السميه ديالها الشباب اللي بغا يقلد الغرب بالنسبه للغرب المراه هي اللي تتعطي السباق للراجل ها الاولانيه، وحيت تزوج معناها تسمى دوط وحيت تزوج به السميه ديالها مشات الكليه ديال باها مشات ولا تتسمى مدام فلان. ودابا ولا تيديروا عندنا ديك المثقفه الزمان تتصغر هي مدام فلان زعما راه عندنا يا اللغه
راك مشات الشخصيه ديالك، بقى كريتك، بقى بسميتك، بقى افكارك، بقى الشخصيه ديالك، والخطوط العريضه ديال الحياه الزوجيه ارتقوا بها. اما الذوبان الزوجي معناه الالغاء ديال الطرف الاخر، التهويج ديال الطرف الاخر، وبالطبع غادي يكون الطرف الاخر الملغى هي الزوجه. فلو ردي هذا الفراق، دارت الزوجه ذوبات نفسها في وسط راجلها، والغات الشخصيه ديالها بحال هذيك المراه، قال لها نوضي في جوج نوض في جوج، قال لها كولي كتات، قال لها نعسي نعساس، قال لها فيقي فقط، داك الشيء اللي قال لها تدير، مشات دابت في وسط هذا الزوج هذا، والغات الشخصيه ديالها، ولات تابعة ليه من غير صوت ولا همس. هذا تيتسمى تدمير الشخصيه، تحطيم الثقه بالنفس، والغاء الاخر، وهذا اللي تيخالف الاسلام. الاسلام ما تيقرش هذا الشيء هذا. بل ان الاسلام تيحث على احترام المراه والتنميه ديال المواهب ديالها، ودفعها باش تساهم في البناء ديال الحضاره، واللي تبع لنا السيره ديال الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توجد الاحترام ديالو للشخصيه ديال امهات المؤمنين، والتقدير ديالو لهم من اولهن اللي هي مولاتنا خديجه رضي الله عنها حتى لاخر زوجاته. والى قرينا في السيره تنصب ان سيدنا عمر المختار رضي الله عنه صرح بذلك بان الاسلام حجه اعطى للمراه حقوق ما كانش يعرفها العرب ولا تيقدروها، واما اهمها انه اعطاها الاستقلال الشخصي وتحمل المسؤوليه ديالها والقرار ديالها حتى في الزواج. الزواج خصها الولي تيخصو يستاذنها، اجربيك بنتي واش بغيتي تزدي هذا ولا ما تزديش هذا، حيت الاولياء هذا الحق هذا ديال البنت ديالو ما عطاوهاش، ناضوا العيالات وتبرجات وكذا كذا بغيتو يطلبوا حتى حيدوا الولايه، مع ان اركان النكاح خمسه، الزوج والزوجه والولي والصيغه والصداقه، خمسه. فلهذا الولي ما بقاش، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بالولي وشاهدي عدلين. علاش دار الولي؟ لمصلحه الفتاه، حيت ولا الولي عندنا دابا هنايا باش نعطي المثال هادو، تيقول له الصابون، شنو هو الصابون؟ تتعطي الصداقه 100000 ريال ولا 200000 ريال، وخصك تعطي الصابون، شنو هو الصابون؟ تتعرض لك البوه الاولى على الصابون. كيما تيتسمى عند القهويه وداك الشيء هذاك البار والقهوه، في الزواج يقول لي الصابون، اعطيه شي 60000 ريال دور معاه ولا ما يتبنيكش هو يمشي يتزوجها لشي واحد اخر. وتيجي عمها وتيجي كذا كذا، ملي ولات الولايه فيها العشره هي تحيدت لهم حتى الولايه ويستاهلوها. تيخصهم يرجعوا للشريعه الاسلاميه، فلهذا الاسلام اعطى حتى حق القرار في الزواج ديالها. ومن ابرز العناصر ديال القوه في العلاقه الزوجيه هو العنصر ديال المشاركه في الجهد. تصيب امراه خدامه وهادشي هذا، شوفوا هنايا في هذه البلاد ديالنا اردوا الاهمال، كاينه امراه ورجل اللي تصوم بلا سهم، يلا المراه اما تتخيط وكذا كذا 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 ولا تتجاهل من هنايا ومن هنايا ما دايرهاش في راسها، خدامه تتعامل هذا الرجل تطلع مزيان. يا واحد تقاد مزيان ودار الدويره وصوب الامور وشرع تضربها، عاد مشى قال لك يتزوج وداك الشيء، رفض هذيك ولات هذيك ما بقى عندها لا شخصيه لا مسكينه، ولات بحال الشر. ايوا ما بقاش تعمر لي العين لانه صافي هذا هو الصفه ديالها، وكان لابن ادم واديا من ذهب لم تقع الى ثانيه، صافي كمل اسيدي داك الشيء اللي كان تيتمنى شدو كله، صافي ها هي السياره ها هي الدار ها هي كل شيء، صافي كل شيء كمل، اش بقى ليه؟ ايوا الشرع تضربها، خصني ندي شي وحده. وهذا الشيء هذا شفتو كثير الحالات ديال الناس اللي كانوا هكا، عيالاتهم كانوا تيشاركوا معاهم الحلوه والحاره وغادي معاهم غادي لهم حتى وهما تيعترفوا، تيقول لك اسيدي انا تنعترف بهذه المراه هذه فعلت ليا، ومن بعد هذاك الشيء تغير السيد وقلب الكبوط ولا تيقول لك هي انا اللي خدمت انا اللي درت انا هذا، واصبح قانونيا يقول انما اوتيته على علم عندي. اشنو اسيدي؟ شربت ضربه شكل بها شكل ضربه ومشى زاد لراسو المشاكل. هنايا تنشوفوا ان عنصر المشاركه في الجهد في التفكير في العطاء في المسؤوليه مع الهامش ديال الاستقلاليه لكل طرف في واحد النصيب من المسؤوليه، تجاوز ديال الري ديال الاخر هو التجاوز ديال الشخصيه ديالو والوجود ديالو، وبالتالي التعطيل ديالو الى ما قلناش المنع ديالو من التعاطف الحبي مع الطرف الاخر. وتخيلوا شحال الصراعات اللي تتحدث في البيوت كثيره بسبب الانانيه ديال هذا الطرف هذا، قد يكون راجل قد تكون امراه، ولا ذاك والاعتداد ديالو بالري ديالو والتجاوز ديالو للاخر في المشوره وفي المشاركه. اخر عنصر هي الاولويات في الحياه الزوجيه. اولويات تنمشيو نغيبوها بحثت كثير في الاسباب ديال المشاكل الزوجيه، وهو السؤال اللي وضعت في الاول، كاين دابا اللي راه حاضرين دابا راه متخاصم مع المراه ديالو جايين بجوج يتسوسو الدرس،
جيد. كما قلت لكم دابا في هذه الشهاده ديال صفاء القلب وكنا تنتكلموا عليه في درس من الدروس في السجود وتيكون جنبو يا ربي يا ربي ها هو معناه هو تيدعي ها هو شوف اش ربي كيدير ليه معناه راه هو هي راه جايه هو جاي وما تيصنتو وما تيخص تسدو الحياه الزوجيه تخصها تزيد تطور عندكم. فلهذا هنايا بحثت بزاف في الاسباب ديال المشاكل الزوجيه والخلافات الزوجيه واللي هي بدورها تتأدي للطلاق الا ما قلناش يوصل الامر للطلاق فتتكون سبب الا ما مشاش تطلق الراجل مع المراه النكال ديال الحياه الزوجيه الفشل ديالها وضعت يديا على المكمن ديال الخلاف الدائم اللي تيتمثل في عدم الوضوح ديال المجالات ديال الرؤيه المشتركه. الرؤيه المشتركه اللي تخص تكون عندنا ما درناش صبعنا على هذيك النقطه ديال الرؤيه المشتركه واللي من خلالها تيتم الاتفاق ما بين الرجل والمراه على عده نقاط اساسيه نرتبوها بالاهميه ديالها وبالاولويه ديالها وهي سته. الاولانيه العلاقات الاجتماعيه هذه الاولانيه تخص يكون عندي فيها واحد النظره مشتركه انا والرجل ديالي والمراه مع الرجل ديالها. الثانيه النواحي الماليه وتيدخل فيها الطريقه ديال الحياه والانفاق ماشي انت السي فلان انت اللي كتشد المنطه انفق فيه ما بغيتي سير ديال الرحلات ديال الكاسكروطات سير تسالى بس في القهاوي كل نهار انا تعجبت هذا كنت هاد الايامات بغيت نسافر سميتو شي بلاصه وجيت حدا الدراري مازال ما غاديش يجي جلس حدا القهوه قال لي كاش بغيتي لي كاس ديال الحليب كاس الحليب طيب ايه طيب عطاني كاس الحليب شحال مزور شحال 6 دراهم هذا لان ما قالش سوقا كاز الحليب شي شويه مسخون ب 6 دراهم ايوا سي ربح الله هذا ايوا تتعجب في هذاك اللي تيكون يوميا وعارف بربور قال لك تاي ايوا قلت له ودي حشومه دابا انا جالس هنايا وغايشوف هذا السيد هذا ويقول لي شي نضره ولا شي حاجه عطيت له هذاك الكارت واحد سوا بربور هكا زيد لي على 6 دراهم يلا. فلهذا هذا اللي ماشي نهار واحد انا نهار واحد بديت نرفد الهم وراه ما عندي زعما شي حاجه ضروريه واش الوليدات ديالي يشربوا ذاك الحليب ولا ما يشربوش انا غادي نشرب هذا الحليب تتصيب لك القهوه يوميا وزيد المتطلبات ديال القهوه الجورنال ولي بوكروازي وبوربوار وعادي الا كانت النفخه تتخلص على ذوك صحابك ذاك النهاريات وتتمشي للدار وتعطيهم العدس وحيت بغيت تهضر مع المراه ولا شي حاجه تقول لي قول لي انا هو الراجل ولا اللي تندير سميتو انا فاعل وزاد ماشي هكا. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب واحد الرجل قال لي ان تطعمها مما طعمت وان تكسوها مما اكتسيت وان لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في الفراش. هذا هو الكود ديال الزواج. فلهذا الانفاق بالامور اللي هي مشتركه حبس رجلي فين هذه مشات وفين مشات شريتي صباط علاش شريتي صباط ما تقول لي اش راك تقدر تبيع قره في بيوت كلنا انا غادي نص في الدار ولكن شري لي الحوايج حتى انا في الدار شريتي نشري لبستي نلبس كليتي ناكل ما تيعنيش هذاك حيت تشد انت المنطه دير بها ما بغات ولا ما تزوجنيش خليني عند والديا مكرمه ومجله اللي طلبته تيتعطى ليا باش يجي لي غير جلس انا في القهره ونقول لي انا في الشهاده. هذه النقطه الثانيه ديال الرؤيه المشتركه. الثالثه التربيه ديال الاولاد ما عندناش رؤيه مشتركه تينوض البوتي يغوت تتقول لي المراه انت ما حملتيش فيه وما تحملتيش عليهم وتنولي في صراعات ما كايناش هذه رؤيه مشتركه. هذا سبب الخلافات والنزاعات بل الا ما كانش الطلاق النكال. عندنا الرابعه العلاقه الجنسيه حنا درنا فيها دروس وبينا وعيالات من خلال داك الشيء اللي تنسمع عليهم ديال بعد ذلك حيت كنت تقول والله العظيم الله يجازيك بخير واش ما كناش نقدروا نتكلموا فيه الله يرحم الوالدين اش كاين في الاسلام الله يجازيك بخير معنا عاد تفجوا عاد داو تيعبروا على اش عندهم من مشاكل في هذه النقطه هذه اللي تتأدي للطلاق وما تبغي يصرح حتى واحد بها لا الرجل ولا المرأة. هذه نقطة من العلاقة الجنسية. الخامسة قبل الأخيرة العلاقة العاطفية الجمود كاينش ما كاين غير جري عليا جري عليك وداك الشيء هذاك ما كاين لا تعبير بالأنواع ديال التعبير ديال الحب اللي قلنا فيما سبق في التعبير عند المرأة وعند الرجل. آخر نقطة هي وحدة الأهداف أش بغيتي المرأة أش بغيتي الرجل الهدف ديالنا واحد أش بغينا هو اللي بدينا فيه أول درس الزواج هو رضا الله. انا المراه بغيت رضا الله وانت الرجل بغيت رضا الله وانا نتعاون على رضا الله فهكا ان شاء الله غادي نختموا هذا الدرس هذا بهذا الهدف هذا اللي هو رضا الله والله عز وجل باش يالف ما بيننا وبين الزوجه ديالنا ويصلح الاحوال ديالنا واللي فينا ضال معدو نزاع مع المراه ديالو يا ربي انت من القلوب ديالك ما بين الاصبع ديالك القلوب ديال العباد يا ربي صرف هذه القلوب هذه واجعلها متحابه فيه
يا ربي ألف بين الأزواج والزوجات، يا ربي حيد ما بيناتهم من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، يا ربي اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، يا ربي احنا بهذه الدروس هذه بغينا الوجه ديالك والرضا ديالك، وبغينا باش الأسر تقاد والمجتمع ديالنا تقاد، لأن الأسرة هي الخلية لولاد المجتمع. يا ربي اجعل هذا العمل هذا وهذا المشروع هذا بارك فيه وما يبقاش في هذا الإطار هذا، يتوسع إلى الصعيد العالمي باش كل واحد حقات في شي حاجة من هذا الأمر هذا إلا وينتفع. يا ربي اختم لينا هذا الشهر المبارك بحسن الخاتمة وبحسن الأعمال، وما يجعلنا فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محرومة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.